طبعا سلمى، بما انه نحن هلا بفصل الشتي ومثل ما بنعرف دائما انه بتكثر في الامراض، وخاصه بنكون دائما بحاله خوف على الاطفال انه ما بدنا اياهم يمرضوا، بدنا نداريهم قد ما كان. من ابرز هي الامراض التهاب المعده او الامعاء، شو اسبابها وشو هي مضاعفاتها؟ كل هي الاسئله رح جاوبنا عنها الدكتوره لمياء البزنة، اختصاصيه بامراض الاطفال. صباح الخير دكتوره. صباح الخير. صباحك. صباح البرد. يسعد صباحك دكتوره. صباح النور يا هلا. يعني مثل ما حكت فرح، كثير بهي الاوقات بيكون الاطفال معرضين للاصابه بالتهاب الامعاء. خلينا نحكي بالبدايه شو الاسباب اللي بتؤدي لهي الالتهابات. يعني بشكل عام نحن كنا عم نقول انه التهاب المعده والامعاء هو يمكن يكون المرض الابرز للصيف، بس هالسنه في توارد له اكثر بفصل الشتاء، لانه صراحه في فيروس اسمه فيروس الروتا مسؤول عن احداث انتان تنفسي علوي واقياء واسهال التهاب معده وامعاء، بيلتقى هلا بهالوقت يعني بوقت الخريف والشتاء. تمام. في اصابات كثير شديده بهالفتره عن التهاب المعده والامعاء. الاسباب كثيره، يعني اللي بسبب التهاب معده وامعاء اما شغلات فيروسيه، ذكرنا اشهر شيء منها فيروس الروتا، وفي كثير فيروسات بتعمل التهابات معويه، بس يمكن فيروس الروتا هو اشدها، بيعمل اقياءات واسهالات شديده وبيعمل تجفاف عند الطفل، لذلك في لقاح طلع من زمان وعم نلقح فيه الاطفال لفيروس الروتا، بينعطى بعمر شهرين وتنعطى جرعه ثانيه بعمر 8 شهور. في كثير فيروسات ثانيه ما التقى لها لقاح، بس ان شاء الله تعالى اكيد العلم بتطور. في شغلات جرثومية احيانا ممكن تسبب التهاب معده وامعاء، اكثر شيء بتلتقى من الطعام الملوث اللي ممكن ياخذه الطفل. والسبب الثالث ممكن يكون هو الطفيليات مثل الزحار مثل الجياردية، هذا كمان ممكن تعمل انتانات معويه. الفرق بين هدول يعني هو اول شيء الوقت اللي بيتواجد فيه التهاب المعده والامعاء. التهاب المعده والامعاء الجرثومي والطفيلي ممكن يتواجد بكل الاوقات، بس يمكن هو مرجح اكثر بالصيف، انه مثل ما بنعرف انه بالصيف في عنا اطعمه مكشوفه، في الاطفال بيروحوا على المطاعم، بيروحوا على الكافيات، بياخذوا اطعمه خليني اقول بدون رقيب، يعني في حياه في مسابح ممكن ياخذوا فواكه معنا مغسوله، فيمكن الانترنت الجرثوميه والطفيليه هي اكثر لفصل الصيف. بفصل الشتاء بتختص اكثر الانترنت الفيروسيه. الانترنت الفيروسيه بتصير بالاعمار الصغيره اللي هي تحت عمر السنتين او بالاجمال تحت عمر الخمس سنوات، بينما الانترنت الجرثوميه والطفيليه ممكن تصير باي عمر، يعني باي عمر حتى عمر 18 سنه وارد انه تصير هالانترنت هي. تمام دكتوره، كثير من الامهات بيحاولوا دائما يعني يكون في رقابه كثير كبيره على الاطفال. من الاعراض يلي ذكرتيها حضرتك القيء والاسهال، خلينا نعرف بالتفصيل شو هي الاعراض يلي بترافق التهاب الامعاء، وكيف فيها الام تكون متنبهه انه هلا ابني انصاب بالتهاب الامعاء. تمام. الاعراض الاساسيه لالتهاب المعده والامعاء هي الاقياء، هي الاسهالات، الم البطني، واحيانا في ترفع حروري. والعرض الثاني المهم اللي انا حابه انبه عليه هو قله شهيه الطفل وعدم رفضه للطعام. الطفل قد يتقيا لاسباب كثيره وخاصه بالسنه الاولى من الحياه. بدنا نفرق بين انه تكون اقياءات اعتياديه، يعني الطفل اللي عاده عنده اقياءات ببلش بعمر 15 20 يوم بتتحسن على عمر 6 شهور، هي بتكون اقياءات اعتياديه بكون الطفل عم يكسب وزن، وبين الاقياءات الناجمه عن سبب مرضي. اول عرض بكثير من الاحيان يكون هو الاقياء، وخاصة إذا الطفل يعني مثل هلا بفصل الشتاء، أو إذا الطفل آكل شغلة من خارج المنزل. الشغلات اللي يعني مهمة كتير من خارج المنزل هي المايونيز، وخاصة المايونيز اللي بنعمل ببيض واللي بينترك هذا عادة خارج البراد، هذا كتير له دور. الأمهات اللي بتعطي حليب صناعي، اللي بتعطي الطفل الحليب بالبيبرونه، كثير احيانا الام بتعطيه الحليب اما بتنسى انه تغسل البيبرونه المساء، او مثلا هي بتخلص وجبه الحليب بتحطها على جنب، لذلك دائما بنبه الامهات انه اذا خلصتي وجبه الحليب ما بدك هلا تليفيها، غسليها بشويه مي وتركيها منقوعه بمي على جنب، لانه ذرات الحليب اللي بتبقى على جدران زجاجه الحليب هي نفسها ممكن انه تتفسخ وتعمل انتانات معويه. فاذا اول واهم عرض هو الاقياء. هون بدي نبه الام على شغله، الامهات طفل عندهم بيتقيأ فبصير عنده ميل بدها تطعميه، انه خلال ربع ساعه او نص ساعه بدها تطعميه مباشره، فبيرجع الطفل يتقيأ. هون لا، القيء علامه عم تقول المعده انه انا تعبت ريحوني. تمام. فمهم كثير نبه الام بهالمرحله، طفلك عنده اقياءات ريحيه، اعطيه مضاد اقياء اذا عندك. اغلب الامهات عندهم مضاد اقياء بالبيت، لانه الصراحه هذا الدواء مثل خافض الحراره لازم دائما يكون موجود بالبيت، بتقدر الام تستخدمه لحالها، ما قدرت ممكن تحكي مع طبيبه، اذا انا اعطيت مضاد الاقياء. دائما انا بنصح الام خليكي
نص ساعة لثلاث أرباع ساعة بعد مضاد الإقياء لا تعطي طفلك شيء، وبعدين خليكي على ساعتين حمية سوائل، وجبات قليلة متكررة. منعلمها أنه بالفنجان الصغير حطي شوية سوائل، أي سوائل يرغب الطفل، منبلش بالمي، ممكن أخذ شاي، عصائر خفيفة، و بالفنجان الصغير كل ربع ساعة أو كل ساعة أعطي كمية قليلة. تمام، نحن خوف من التجفاف. والشغلة الثانية دائما ننبه الأم أنه الطفل عنده إقياءات، لا تجبري على الطعام، لا تجبري على أنه يأخذ كميات كبيرة. أو أحيانا الأم ما بتجبره، بيكون الطفل تقيأ بعد نص ساعة، هو عنده عطش بده يعود، فبياخذ كمية كبيرة من السوائل، كاسة كبيرة، وخاصة أحيانا كثير بروح الطفل برد بياخذ مي باردة، برد بيرجع بيتقيأ. تمام، فإذا أول عرض هو الإقياء، بدنا ننتبه أنه الطفل بهالمرحلة بدنا نريح له معدته على الأقل ساعتين ثلاثة بسوائل بكميات قليلة ومتكررة، لحتى نعطي مجال للمعدة، لهالمعدة هي اللي تشنجت وتقلصت، لحتى أنه ترتاح. هلا أحيانا بيكون الإنتان المعوي محصور بالمعدة بس، تمام، فبتكون القصة بس إقياءات. أحيانا بتطور ويشمل الأمعاء، فبتبلش تظهر الإسهالات والألم البطني. الألم البطني بيكون ماغص، يعني الطفل بيمغص اما بيتقيأ او بصير في عنده اسهال وبيرتاح الالم البطني بعد ما يخرج الطفل او بعد ما يتقيأ. هون كمان ضروري نقول للام انه ليس كل اسهال يساوي فلاجيل. انا يعني كلمه فلاجيل او مترونازول بس يمكن هذا الاسم الشائع عند الامهات. تمام، الطفل ممكن كثير يكون عنده اقياء واسهال ليوم واحد ويتحسن. تمام، ماشي. فانا مهم كثير بالانتانات المعويه هو التجفاف، اني انتبه للتجفف اللي هلا حنقول علاماته شو هو. اذا اقياء، اسهال، الم بطني. طيب انا تقيأ طفلي، اعطيته مضاد اقياء، براقبه ساعتين ثلاثه، راحت الاعراض، معناته كانت شغله عابره، قد يتقيأ مرتين ثانيه. يكفي العلاج بالمنزل مثل ما قلنا بمضاد اقياء بسوائل خفيفه. طيب اتطورت اسهالات، كمان الاسهالات نفس الشيء، اذا انا الاقياءات ارتاحت واستجابت، إذن علاج الإسهالات كمان شوية تعويض سوائل. عادة بننصح بالشغلات القابضة مثل مثلا التفاح، الموز إذا توافر، الشاي، الرز، الجزر، البطاطا، بس هدول كلياتهم مثل ما قلنا وجبات قليلة ومتكررة. إمتى أنا بخاف على طفلي وبقول إنه لازم راجع الطبيب؟ كل إقياء وإسهال وترفع حروري تحت عمر 6 شهور، لأنه هدول الأطفال ما بيتحملوا الاضطراب الشاردي، يعني أي ضياع للشوارد عندهم بيدخلهم بتجفاف مباشرة. أي عدم خبرة بإعطاء السوائل، يعني الأم راحت جابت مية أملاح من الصيدلية كتير منيح التصرف، ما عرفت تحلها بالتركيز منيح، عند هدول الأطفال ممكن يدخلوا بتجفاف اسمه تجفاف مفرط الصوديوم، هذا جدا خطير وله اختلاطات كتير كتيرة. فإذا كل طفل تحت عمر 6 شهور يجب أن تراجع الأم في طبيب. كل طفل لديه إقياء وإسهال وترفع حروري أكثر من 39، معناته صرنا عم نحكي على إنتان معوي جرثومي، بدنا نشوف شو المشكلة. وهون بدنا ننتبه أنه الإقياء والإسهال قد تكون عرض لمرض ثاني غير التهاب المعدة والأمعاء. بالأعمار الصغيرة وخاصة تحت عمر السنة أحياناً ذات الرئة تتظاهر بإقياء وإسهال، فإذا ضروري أنا هون راجع طبيبي إذا في حرارة فوق 39. أحيانا كتير التهاب الأذن الوسطى يترافق مع إسهال، التهاب البلعوم يترافق مع إسهال، فكتير مهم أنه لما الأعراض بتستمر أكثر من 24 ساعة ما في تحسن، لما في عنا حرارة عالية أكثر من 39 معناته في عندي شيء مهم لازم شوف الطبيب فيه، لما الإقياءات بتعند لازم كمان انتبه أنه لازم راجع الطبيب. في نقطة مهمة هون أنه الإسهالات بتستمر، يعني أنت راجعتي الطبيب أعطاك الدواء سواء كان اضطر يعطي مضاد حيوي او ما اضطر يعطي مضاد حيوي. بدنا ننبه الام انه الاسهالات قد تستمر. طب هي شو الاسهالات؟ هي مجرد طرد للعضوي من العضويه للعضويات الممرضه. تمام، يعني هي وسيله دفاع عن الجسم. تمام، الطفل لما عم يتقيأ ولما عم يسهل معناته شو؟ معناته صار في صراع بين هالجرثوم اللي فات او الفيروس او البكتيريا او الطفيلي بينه وبين الامعاء، فالامعاء بدها تطرح المنتجات الضاره. بيجوا الامهات بيميلوا لانه ياخذوا بعض مضادات الاسهال اللي تعتبر ممنوعه واللي تعطى باعمار كبيره اللي هي بتوقف الاسهال. انا ما بدي اوقف الاسهال، هي رساله لازم ننقلها للامهات. الاسهال عم يقول انه في شيء صار وانا بدي خلي الطفل يطلع هالعضويات الممرضه. طيب شو بعمل؟ المهم اني عود السوائل حتى ما يتجفف الطفل، هذا هو. الاسهال بياخذ يوم او يومين لحتى يتحسن، طالما انه ما في اقياءات قادره اعطي وارد منيح من السوائل، وارد منيح من التغذيه، فانا ما رح خاف.
هي اهم شيء يمكن دكتوره يعني اعطتينا كثير معلومات مفصله وشرح وافي، يمكن كل ام هلا عم بتشوفنا تكون عم تستفيد من هي المعلومات. خلينا نحكي عن المضاعفات اللي بترافق التهابات الامعاء والمعده المتكرره، شو ممكن تؤدي لمضاعفات لجسم الطفل؟ تمام. هلا اذا كان التهاب المعده والامعاء عم يصير مره او مرتين، فهذا المشكله بالمضاعفات وقت الاصابه علامات التجفاف اللي بتصير. هلا خلينا ننبه الام على علامات التجفاف عشان يتعودوا كل الامهات يشوفوها. اول شيء ممكن تلاحظ الام غؤور تحت العينين، يعني الام تعرف شكل ابنها، ما في تجوير، خليني اقولها باللغه اللي بتفهمها الامهات، ما في غؤور، ما في تجوير هون تحت العينين. لما بتبلش تلاحظ انه غاروا عيونه معناته صار في عنا فقد للسوائل، بلشت السوائل تروح. لما صار الطفل يبكي بدون دموع، عم يبكي الطفل بدون دموع، معناته نحن وصلنا لدرجه متقدمه من التجفاف. بالمراحل الاولى من التجفاف الطفل بيكون نهم للسوائل، يعني لما بتعطيه السوائل بيشربها بنهم، هالنهم هذا هو علامه انه الطفل بلش يتجفف. كل ما استمر التجفاف اكثر من هيك بصير الطفل يرفض للسوائل. ملاحظ انه الطفل بيتسرع قلبه، بيتسرع تنفسه، نحن بنحط ايدنا على البطن بنعمل شيء اسمه الثانيه الجلديه، يعني بنحاول نعمل قرص خفيف للجلد. الطفل كل ما تجفف بيقولوا الامهات صار نشف، تمام، بتقولوا الام مسكته هيك الجلد واقف تبعه. هي الاعراض عفوا دكتوره ممكن نلحظها بعد يوم يومين، ممكن نلحظها بعد 12 ساعه اذا الاقيعات والاسهالات شديده واذا ما أنا عم تتعوض. تمام. المده مهمه، بس كمان شده الاعراض مهمه. طفل تقيأ مره مرتين، اسهال مره مرتين، ما حلاقي شيء، حلاقي شويه جفاف فم، احساس بالعطش، احساس العطش لما بيقول الطفل انه عطشان هذا دليل انه في تجفاف 5%، يعني فقد 5% من سوائل جسمه. هي علامه كثير مهمه ممكن الام تنتبه لها، لما عم يقول الطفل انا عطشان بدي سوائل، هذا معناته الطفل فقد 5% من وزنه. اهم شيء نحن بنخاف منه مشان سبب التجفاف هو اذيه الكليه، لانه فقد السوائل بيؤدي لقله كميه السوائل بتدخل للكليه وبيدخل الطفل بقصور كلوي. هذا الام بتلاحظه هي بقله كميه البول، اللي بتقول الطفل ابني ما عم يبول من الصبح، هي علامه كبيره رفعت التجفاف ل 7%، معناته الطفل فقد 7% من وزنه. كل ما زادت العلامات اكثر من هيك، كل ما صار عندنا غؤور عينين، جفاف فم، ثانيه جلديه، تسرع قلبه، تنفس، ما عاد في بول. احيانا الطفل ببلش بتقلك الام عم بينام، عم بيغط، عم ينام نومات طويله، هذا معناته صار في عنا فقد كثير شديد للسوائل لدرجه انه الدماغ بلش يتاذى. نحن بدنا نعالج الطفل قبل ما نصل لهالمرحله. اهم شيء هو الكليه، لانه احيانا نصل الى درجه غير عكوسه من القصور الكلوي، يعني طفل ما كان في شيء دخل باقياء واسهال، اذا ما تلحق وتعوضت له السوائل والشوارد قد يدخل بقصور كلوي. لذلك هون الرساله مهمه للامهات. طبعا دائما الهدف من لقاءاتنا نحن انه نوجه رسائل مهمه للامهات. علاج الانتان المعوي هو تعويض السوائل ثم تعويض السوائل ثم تعويض السوائل، بعدين بتعطي الصادات الحيويه وبعدين بتعطي الدواء وبعدين حسب الحاله. طبعا حسب الحاله طبعا، بس كل الامهات بيميلوا انه يعني مثل ما قلت لك، وخاصه عندهم هيك علاقه حلوه مع الفلاجيل. هو الفلاجيل دواء مر وطعمه غير مستساغ، فالطفل بيكون في عنده اقياءات واسهال بتعطيه معلقه فلاجيل، شو بيعمل؟ برد بيتقيأ، بترجع بتعطي برد بيتقيأ، بتصر انه بده الطعمي بيرجع بيتقيأ، بدخل الطفل بحلقه مفرغه. ريحي ابنك، اعطيه سوائل على مهله، وقفت الاقياءات، ما تخافي، عوضي السوائل بين ما تتصلي مع طبيبك، او ما عندك مالك قادره تروحي لعند الطبيب. اقياء، اسهال، حراره 38.5، الم بطني خفيف، هذا التهاب معده وامعاء فيروسي، عوضي له سوائل، اعطيه حميه، منعي عنه اكلات السوق الشيبس، لانه يعني هذا كمان اكلات الاطفال اللي دائما معروضه للشمس وفترات طويله. طولي بالك، بلشت الاعراض تتفاقم، اقياءات عندت، حراره اكثر من 39، الم بطني شديد. احيانا التهاب الزايده بيكون عند الاطفال يتظاهر باقياءات واسهالات والم بطني ولو انه نادر، بس بدنا ننتبه. اذا اي اعراض تجاوزت 24 ساعه، الاقياءات، الطفل صار عنده رفض شديد للطعام، قد يحتاج طفل سوائل وريديه. بكثير حالات يتم ضبط التهاب المعده والامعاء عن طريق الفم، ولكن في حالات رغم اعطاء العلاج من قبل الطبيب ورغم تعويض السوائل يضطر لاعطاء سوائل وريديه لضبط الشوارد. نعم، اكيد دكتوره لمياء البصنة اختصاصيه بامراض الاطفال، بدنا نقول لك شكرا لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. بنتمنى دائما يكونوا الامهات اكيد عم بيتابعونا، وهي التفاصيل البسيطه اكيد دكتوره بتحميهم يمكن من يفوتوا بالمحظور وتصير هي الاختلاطات.
شكرا كثير لكم على المواضيع الحلوه اللي بتطرحوها دائما. شكرا لك دكتوره ولكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لك.